أرضية الملعب ولا الطقس ماشي هم المسؤولين عن هزيمة المنتخب الجزائري، ولكن اللي المسؤول فعلا عن هذه الهزيمة هو ضغط العسكر والضغط ديال الإعلام اللي حاولوا يحولوا من لاعبين لكرة قدم عادية جدا إلى جنود في المعركة. حنا الفريق الوطني له الدعم، راهم يحاولوا يحطموه، يحاولوا يمسوا المعنويات تاع سيب الماضي، وماش غير هنا داخلية، فيه بعض العناصر الداخلية ولكن جاية ما هاك لي سيت نتاعهم كاع مسخرينهم يعني خلق مشاكل للجزائر بالشي اللي قدرت عليه. كون صابوا حتى هذا النو هذه اللي عطاهنا المولى عز وجل، كون صابوا السحاب داوه جهه اخرى، ولكن خليهم اللي يتمنى خليهم يتمنوا. فريق مليح، فريق ان شاء الله ان شاء الله يتاهل. واش كاين دوله في العالم كتخرج بلاغ او كيخرج بلاغ من وزارة الدفاع على مباراة في كرة قدم عادية، وكيخرج بلاغ ايضا من رئاسة الجمهورية بعد الهزيمة في كرة قدم عادية جدا؟ راه هذا النوع يعني ما تلقاش الا عند العسكر في الجارة الجزائر. فاش كتولي بطولة رياضية عادية جدا كيعتمد عليها نظام عسكري وكيحولها إلى ما يشبه المعركة وإلى مسألة حياة أو موت، هذا هو الخطر فعلا، وهذا هو المأزق فعلا اللي كيعيشو النظام الجزائري، في الوقت اللي كينسى على أن هناك قضايا كبيرة جدا ومهمة داخل البلد. مساء الخير عليكم جميعا في هذا اللقاء الاستثنائي واللي ما متعودينش نخرجو يعني إلا يوم السبت، ولكن اليوم خرجنا بسبب طبعا المقابلة ديال المنتخب الجزائري مع نظيره الإيفواري. بغينا نقول على أنه لن يصلح الراقي ما أفسده العسكر، وأنا كنقول من هذا المنبر هارد لاك للمنتخب الجزائري وللشعب الجزائري. اليوم أرضية الملعب ولا الطقس ماشي هم المسؤولين عن هزيمة المنتخب الجزائري، ولكن اللي المسؤول فعلا عن هذه الهزيمة هو ضغط العسكر والضغط ديال الإعلام اللي حاولوا يحولوا من لاعبين لكرة قدم عادية جدا إلى جنود في المعركة. حقيقة شيء غريب جدا اليوم بهذه الهزيمة هذه اللي ما كنا نتمناوهاش للأشقاء الجزائريين. خسر العسكر ورقة تنويم مغناطيسية كان كي استعملها، والسبب اللي ما فهمته ياسر من الناس بزاف ديال الناس هو على أنه للأسف العسكر ما هو لاقي غير الكرة كوسيلة يوحد بها الشعب الجزائري، ولهذا كينفخ فيها وغادي يحولها القنبلة موقوتة. ما كاينش هدف قدر يجمع لي الشعب الجزائري، وكنظن على أنه عنده عقدة من الشعب المغربي ومن المغرب اللي عندهم قضية يتوحدوا عليها أو مجموعة قضايا يتوحدوا عليها. احنا نختلفوا داخل البلاد ديالنا وننتقدوها ونقولوا فيها اللي بغينا، ولكن عندنا هدف وعندنا قضية نتوحد عليها، هي قضية هي ثوابتنا، ثوابت المملكة المغربية، هي الملكية الشرعية، هي قضية الصحراء اللي يتوحد عليها جميع المغاربة، ولكن في الوطن ديالنا نختلف وهذا شيء عادي. الشيء اللي ما هو موجود عند للأسف الجارة وعند العسكر في الجزائر، بالله عليكم واش كاين دولة في العالم كتخرج بلاغ او كيخرج بلاغ من وزارة الدفاع على مباراة في كرة قدم عادية، وكيخرج بلاغ ايضا من رئاسة الجمهورية بعد الهزيمة في كرة قدم عادية جدا؟ راه هذا النوع يعني ما تلقاش الا عند العسكر في الجارة الجزائر. فاش كتولي بطولة رياضية عادية جدا كيعتمد عليها نظام عسكري وكيحولها إلى ما يشبه المعركة وإلى مسألة حياة أو موت، فهذا هو الخطر فعلا، وهذا هو المأزق فعلا اللي كيعيشو النظام الجزائري. في الوقت اللي كينسى
على أن هناك قضايا كبيرة جدا ومهمة داخل البلد. واش دولة لا يتوفر فيها حتى الحليب ويتحول فيها الزيت الزيتون إلى عملة نادرة لا يمكن لشخص أقل من 18 سنة أنه يتقضاه، ونركز كل التركيز ديالنا على كرة القدم، على مباراة عادية لماذا، أو على بطولة عادية لماذا؟ لأن المغرب مشارك فيها الذي يعتبره العسكر الجزائري خصم ويعلق عليه جميع المشاكل الداخلية، وهذا شيء مرفوض مرفوض ولا يعقل. أنا كنت أسف لأن الجارة الجزائر كان من الممكن أن تكون مثل دولة الإمارات أو قطر وغيرها من دول الخليج في شمال إفريقيا، ولكن للأسف الشديد أبى العسكر إلا أن يحول الجزائر إلى ثكنة عسكرية كتغي فيها كل مقومات الحياة. ونحن هذا ما نبغوه للشعب الجزائري، وما نبغو نحول كرة أو بطولة أو كرة قدم عادية جدا إلى معركة يخرج فيها بيان عسكري ويخرجوا فيها إعلاميين يشحدوا الهمم ويصوروا المغرب على أنه هو السبب. وإذا صحت الواقعة يستدعون الرقاة، وهذه مهزلة كتضحكوا فينا العالم. إحنا دول إفريقية، دول شمال إفريقية، دول عربية أمازيغية، مزلنا في الوقت اللي الناس كتعتمد على العلم وعلى المعرفة وكتصدر الخبراء وكتصدر المفكرين، نحن كنصدروا الرقات وكنعتمدوا باقي كرة القدم. بحالها بحال جميع الأمور داخل البلد، هي الصناعة، بحالها بحال الفن، بحالها بحال التعليم، بحالها بحال حاجة صناعة. ولكن للأسف أنتم حولتوها إلى مهزلة حقيقية. مرة أخرى كنقول لكم هدرك هدرك، هذا هو جهدنا عليكم، نتمنى لكم التوفيق، وكنقول لكم خفوا شوية على روسكم ودوها في مشاكلكم الداخلية وقلبوا على هدف الأوبجيكتيف باش توحدوا عليه، وما تعلقوش جميع المشاكل ديالكم على شماعة وتحولوها كلها للمغرب. المغرب ما هو السبب؟ لكم دينكم ولنا دين ديالنا، وكل هاي يديها في راسه أحسن ليه. للأسف لو كنا كانت عنده جودة التعليم في الصناعة في الفلاحة جودة الخدمات الصحية بزاف ديال الحوايج كنا فين غادي نكونوا. ولكن للأسف انتم حطيتوا كل البيض ديالكم في سلة واحدة. كنقول لكم الله يكون في العون ديالكم. تحياتي لكم، والسلام عليكم.